بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا العزاء، على بركة الله ينطلق هذا الشوط الذي يحمل الإثارة والمنافسة خاصة بالأبكار السودانيين. شوط السودانيين ينطلق، ناخذ البداية الأولى، ناخذ الصدارة والبداية، ناخذ التحدي. هناك على المركز الأول هملولة، خالد عطى المولى يقدم لنا هملولة الموج اللي وصلت على المركز الثاني لسيد علي بن أحمد الدرويشي، على ثاني المراكز المركز الثالث وصلت في هذه اللحظة تكريم لسيد جعفر محمد عباس عطى المولى، من الأسماء المرشحة على الصدارة وعلى المقدمة. المركز الثاني هناك هملولة، خالد عطى المولى، الموج على المركز الثالث، المركز ايضا التواجد هناك على المركز الرابع، ولكن عودتنا الى البداية، عودتنا الى المقدمة، عودتنا الى الصراع، الى التحدي، الى المعركة. هناك على بداية هذا الشوط الى المقدمة، يا سلام يا سلام، هناك ايضا تكريم، تكريم والموج، وهنا تحركت اللي هي هملولة، خالد بن عطى المولى، طارن الثنتين على الصدارة على المقدمة. الله 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 الله، هملولة هملولة على المركز الأول على البداية. الله يا سلام، هملولة خالد عطى المولى، ولكن جعفر محمد عباس اللحظات الأخيرة هناك على البداية. هملولة تهانينا للسيد خالد بن عطى المولى على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت فيه مشاهدينا الكرام للسيد جعفر بن محمد عباس، المركز الثالث علي بن أحمد الدرويش. التوقيت 2:24.